احمد الماجد من ومضة السعوديه، واليوم معي الانسات اللي قاعدين ينظمون ايفنت حق صلاه وراه منظمة صلة في السعودية. الهدف من صلة هو أنه نخلق بيئة محفزة للمرأة المهنية أنها تقدر تتواصل مع السيدات المهنيات الأخريات، أنها تقدر تطور نفسها، تتعلم وتعلم، يتبادلوا المعلومات من بعضهم، يساعدوا بعضهم، يرشدوا بعضهم. فيعني هذه هي كان الأصل، الهدف من أننا أسسنا شبكة صلة. وما في أي بيئة أو مساحة اللي تساعد المرأة على أنها تتعرف على نساء أخريات في قطاعات أخرى، ما هي مثلاً في نفس الشركة أو في نفس المؤسسة. فهذه يعني الصلة تخلق وتجبر المرأة عندما تدخل المهنية أنها لازم تتعرف ولازم تعرف عن نفسها، وبهالطريقة كمان تقدر هي تنمي في نفسها القدرة على تقديم نفسها للغير وعلى بناء البراند حقها وكيف هي تحب الناس يعني يتعرفوا عليها بطريقة مهنية. وهل كان في مثلا يعني هل كان في سبب شخصي اللي خلاكم تأسسون شبكة صلة، او انكم بس حسيتوا بشكل عام ان في نقص الى شبكة زي هذه تساعد المرأة السعودية العاملة؟ انه ننمي مفهوم النتوركينج نفسه، لانه احنا عندنا نتوركينج انه اذا في يعني فرص عمل عادة بنلجأ لصديقاتنا او يعني الاقربون يعني. فمفهوم النتوركينج والاتصال المهني شيء مهم جدا، شيء يعني مثبت في كل انحاء العالم. فاحنا نطمح انه يكون على اجنده المراه السعوديه العامله او تدرس as well. بس وانتم تتكلموا تذكرت كثير من الانطباعات او التعليقات اللي حصلت في الرياض بعد احدى لقاءاتنا. ومرات المرأة ما تحتاج تتعلم شيء، بس تحتاج تفرغ، تعرف انه في احد ثاني قاعد يمر في نفس المشكلة. طب وممكن واحدة منكم اللي منظمة الايفنت حق الشرقية تتكلمنا عن الايفنت هذه بالتحديد؟ تسجيل تقريبا من اول يومين وصلنا احنا 60 او 70، وكثير تجينا إيميلات وتبغى تتأكد هل تسجيلها مؤكد. بعدين قبل الإيفنت تقريبا بيومين اتقفل على 150، واضطرنا احنا نفتح زيادة بحكم انه في ناس لازالة تبغى وتقول انه الإيفنت لسه سولد اوت. فاحنا جدا مستبشرين خير. البنات هنا عارفين رؤية صلة في الرياض وشافوها في جدة، ويشوفون انه هو فرصة رائعة للتطور المهني، للتطور الدراسي اللي هم يشوفونه. فأنا أشوف أنه يعني إحنا حققنا، أو إحنا إن شاء الله راح نحقق نسبة أكبر من المفهوم للنتورك أو اللي هو العلاقات، كيف أني أنا أروح وأعرف عن نفسي، ما أنتظر أن أحد يجي يسألني مين أنتي. كنساء عاملات في السعودية، ممكن تتكلمون لنا عن إفرايكم إيش هي التحديات للمرأة العاملة في السعودية؟ أنا أشوف أحد اللي يعني المعوقات قلة العلاقات العامة اللي نملكها كموظفة ومهنية. ماني عارفة أحافظ على علاقاتي، ماني عارفة فولو أب، فما أقدر أني أنا أطلب شيء من العلاقات هذه. هذه نقطة. النقطة الثانية ممكن الكارير باث، يعني النساء شوي مختلفين بالرجال من ناحية أنه ما هي عارفة كيف تبني الكارير باث حقها، وأنه لازم تكون كل وظيفة تتركها وتروح تدخل على الوظيفة الثانية لازم تعرف ليش وإيش أنا بستفيده، الراتب ما هو مقياس. غير الأشياء الثانية المعوقات اللي هي البالانس بتوين العائلة والبيت والعمل والإيفنت، وإني كيف أني أكون بعد إنسان أكتف يعني مش من البيت للعمل والعكس. أنا أشعر أحياناً أنه في السعودية سواء البنت أو الرجل يواجهوا نقص في فرص التدريب بالنسبة للعمل، يعني يحتاجوا أن هم يطوروا نفسهم، ولكن هذا الشيء ما يلقوه في المنشأة نفسها، فيحاولوا قدر الإمكان أنهم يشتغلوا على نفسهم في المجتمع نفسه. وهنا يجي دور مثلا مبادرة أو برنامج زي صلة أنه يساعد الإنسان أو الإنسان العاملة، طبعا تركيزنا الحين على الليديز، أن هم يطوروا نفسهم من ناحية السكيلز، من ناحية العلاقات، من ناحية أنه هو يسوق لنفسه، يسوق لمهاراته، ويعرف الآخرين إيش ممكن هو يقدم لهم وإيش هم كمان ممكن يقدمون له.
طيب مؤخرا في الاعلام الغربي خاصه بالخاصه فيه صار تركيز كثير على المراه السعوديه، دائما يبغون يجيبون قصه اول مره سعوديه سوت كذا، اول مره سعوديه سوت كذا، وفي بعض الاحيان تكون القصص حتى مبالغه يعني فوق الواقع. هل هذا الشيء مثلا يضايقكم مثلا؟ المراه هنا يعني اقليه يعني من ناحيه في القطاع الخاص، ف اي اقليه دائما يكون يعني يحس انه لازم يثبت نفسه اكثر. فهذا الشيء يعني اذا انت قارنت المراه مثلا باقليات تعيش في بلدان مختلفه حتلاقي يمكن في شويه خصال يعني متشاركه. لما يجيبون قصه قد تكون عاديه في اي دوله ثانيه، لكن لانها سعوديه يحسون انها يعني عظيم، كيف يعني تحديتي اهلك يعني ولازم يكون في العائله احد يعني مارس عليك العنف النفسي او الاسري او لا، يعني مثلا تختلف الحالات الماديه، لكن الحمد لله احنا قادرين ان نعيش، احنا وي ار نورمال يعني. وبس ان في ناس مننا طلعوا عننا صوره صراحه في الاعلام هي اللي خلتنا ينتقون الناس، يعني انا اتوقع ان كثير ناس من هالغرفه او السعودية يعني البنات السعوديات حابوا يقابلونهم في التلفزيونات بالذات عشان انتي سعوديه وكيف يعني قاومتي الغباء، كيف قاومتي قياده المراه، كيف قاومتي اهلك اللي ما يبغونك تنجحين، ما يبغونك تدرسين في الجامعه او تكملين او بعثه. لكن انا صراحه من الناس اللي اتضايق جدا لما اشوف القصص هذه، لانه احنا الحمد لله قادرين يعني انا اشوف يعني نجاحاتي اللي تتكلم.